رجعنا في موضوع نتاع اليوم. المهم عارف النادي السي مازلنا نحكيو مع ضيوفنا وباش نرجعوا بالبورتاج على خاطر حتى التو اللي حكينا فيه الكل شفنا وانهم ضحيه المنحرف النرجسي هي امراه لكن ينجم هذا الراجل يكون الاحصائيات اللي هي احصائيات ابروكسيماتيف معناتها ماهيش دقيقه جدا تقول وانه اربعه على خمسه ضحايا اربعه يبداو نساء وضحيه تبدا راجل. كيفاش ينجم يكون راجل ضحيه منحرفه نرجسيه؟ نشوفوا التقرير. هذا أحمد 29 سنة تعرف على مرأة خليته يعيش تجربة خاصة على امتداد 3 سنين. عجبتني ظهرت لي هكا ديسكريت وبتربيا وانو رسومبلي با اوزوتر في عطاتني ايماج متاع واحدة تنجم تكون لفام بارفيت. بعد 3 سنين يفهم أحمد أن صورة المرأة المثالية للإنسان اللي حبها كانت كذبة كبيرة. ديما رايها هي خير ديما انا غالب في الديسيجن لازم ديما نتبعها هي المانيبيولي وكلك سورت باش الديسيجن اللي هي تحب عليها تتاخ. كان جو في ان اكسبلوار في الخدمه سور لو بلان بروفيسيونيل ما تعملش ريكسيون بور دير كو فوالا tu as quelqu'un de tu as fait un excellent travail ولا tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire ولا حتى de bien ما تقولش. الانسان اللي حبها احمد سيطرت على حياته بالكامل حتى على علاقته مع اقرب الناس ليه. كنت وقت اللي نبروبوز عليها ساعتها ما عرفش نمشي بحد اصحابي ولا نسهر بحدهم كانت تقول لي لا وجاوب بحدهم ما عرفش باهي ما عرفش باش ينفعوك اركو سي دي جون سمباتيك كانت تبعدني عليهم كانت تحاول باش تبعدني عليهم. احمد كان يعدي كان يحمل وكان يتجنب المواجهه على امتداد اكثر من عامين ونص لنوصل للحظة الحقيقه وصدمه كبيره كانت له في الانتظار. جات 10 مينوت قبل الصداق 10 مينوت قبل الصداق والا ما بعثليش الميساج ليا انا بعثت الميساج عند واحد من العائله نتاعها انا اس ام اس قالت فيها اللي هي بطلت. دونك انا وقتها ما في بالي تفديك الحكايه خاطر حتى شي نص ساعه قبل صداق دي ميساج دامور اكسترا باش تولي راجلي باش تولي باش تولي مارتك اكسترا. دونك سيتي ان شوك دخلت في اتا هيستيريك وديبرسيون كبيره برشا بوندون انا. احمد عدى فتره صعيبه بسبب امراه لعبت بيه. بعديك بعد بسيف في الشوكليه وكل شيء بسيف باش عاودت تكلمت في التليفون وقالت اوكي اون ريبون لا ريلاسيون لو مارياج ايتي دونك 48 اور من غدوك الصباح تعاود تكلمت ولا راني عاود بطلت. ولتوا كيما قلت لك معناها لا ريبونس لتوا ما نعرفهاش هذاك بوتيتر اللي ما خلانيش نعمل لو دوي كونفنابلمون على خاطر ما نعرفش علاش. احمد للحظه هذه ما يعرفش علاش خطيبته السابقه تصرفت معاه هكا لكن اختار اليوم يشاركنا بتجربته ولو حتى من غير ما يكشف على هويته. طيب نجيو الموضوع واحد اخر انحراف نرجسي من نوع اخر وحسب رايي انا اخطر نوع من الانحراف على خاطر هنا الضحيه نجيو نحكيو معاك انت نرمين الضحيه على القليله معناتها رغم الفراجيليتي اللي انتم فيها رغم الوضعيه الصعيبه اللي انتم فيها مع القليله هذوما نساء كبار ينجموا نوعا ما يدافعوا على روحهم اما كيف واحد الانحراف النرجسي هذا يمارسوا على اطفال معناتها ما تقول لي حاجه اخطر برشا. خلينا نبداو من الاول. انت عائلتك انت علاقتك بامك وانت صغيره كيفاش كنت؟ انا بابا مشى يعيش في الخارج انا عمري 4 سنين واختي عمرها عامين ومن وقتها ما عودتش شريته وعشت مع امي كهو معناها انا واختي وامي في الدار وملي عمري 4 سنين 5 سنين نبدا نتفكر امي تقول لي انت خايبه انت ما يحبك حد انت مش راضيه بيك حتى حد. ملي عمرك 4 سنين 4 5 سنين تقول لي امك تقول لك انت خايبه اي وعمري 6 سنين نتذكر نقول لها انت علاش جبتني للدنيا معناها وكل تقول لي كيما العباد يجيبونا جبتك معناها مش خاطر قلت نقولها انت تحبني عمرها ما تقول لي نحبك عمرها لا تعنقني لا تبوسني لا حتى شيء كيف نجيب دو بونوت في المدرسه ولا عمرها لا تقول لي لا برافو ولا حتى شيء دوب ما دخلنا نقراو في المدرسه طول تهزنا 7 متاع الصباح تروح بينا اخر عباد من الجاردوري. معناتها ساعه اللي عشت وانت عشت اختك معاك كيف اي انا واختي معناتها فرد تريتمون عزوز معناها فرد تريتمون من بعد ساعه ايفولوي بعد معناها تهزنا اول عباد تروح بينا اخر عباد بعد مدلنا المفتاح معناها نحلوا باب الدار نقعدوا في الدار وحدنا وهي تخرج وتسكر علينا باب الدار ونشوفوا حد ما يجينا حد. هذه كلمة التسكير المعنوي والا المادي ديما 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 ترجع معناتها اما توا سامحني من طرف راجل نجم نفهم في اطار الحزاره في اطار مريض في اطار كذا اما انا نحب نفهم شنو اللي يصير في مخ ام باش تسكر على بناتها صغار في الدار وتخليهم في عزله علاش معناتها؟ ديما تعمل لنا هكاك احنا ما نش فاهمين وقتها وكل شيء قلت لك في الويكاند زاد تسكر علينا كل وحده في تواليت اختي قالت لي قول في تواليت انا في تواليت واختي في تواليت الاخرى ونبداو نحكيو من الشباك هكا واختي قالت لي قول الحكايه خاطر سي تري شوكون باش العباد يعرفوا معناها كنا ما نخرجوش ما يشوفوناش الناس علاش؟ ما عرفش هذا وانت عمرك قد ايش 6 سنين اختك قد ايش اكبر منك ولا اصغر؟ اصغر مني بعامين معناتها اختك عمرها 4 سنين اي معناتها واحده في سال دو بان واحده في سال دو مسكرين انا مسكر عليكم وانتم تحكيو مع بعضكم من نقول لها انا سي بون نجم نتسقى هي تقول لي انا ما نجمش سامحني لا اما انت 4 سنين 6 سنين معناتها قعدتوا هكاك حتى الوقت ايش؟
قعدنا هكاك برشا حتى لين انا وصلت عمري 12 سنه هكاك. وكنت ديما تمشي للعباد لعماتي وخالاتي والفامي وكل شيء تقول لهم البنات خايبين البنات عملوا فيا وانا تعبه وانا مراه وحدي وما عنديش شكون يعاونني وانا ديما بيا وديما بها هي معناها اللي توجور فاتيغي وكل شيء واحنا ديما نضروا فيها وديما عاملين فيها وما نسمعوش الكلام وما نتفكر عمري 7 سنين جبت صاحبتها معها للدار وقعدت ما نعرفش يحكيوا هكا في الصاله وكل شيء وبعد جات صاحبتها دخلت البيت وانا قاعده نلعب بالجوي وكل شيء وقلت لها معناها بتتعاتب فيا وتقول لي انت عملت هكا في امك علاش تعمل هكا في امك وشنو وكل شيء وبعد عطتني كف قدام امي وخرجوا. صاحبت امك عطتك كيف قدام امك وامك اي معناها امي معناها فرحانه كيفاش صاحبتها تربي فيا معناها وانا خاطرني انا خايبه وما نسمعش الكلام وانا بنيه مش باهيه ومش متربيه. وبعد مشى ابوك عاودت حياتها ولا؟ لا ما عاودتش حياتها. ما يمكنش هذا سبب معناتها ما سبب في شنو؟ انه احنا في طريقه التعامل معناتها يمكنش انتم كما قالوا البنات قبيله اشكال سيمان على ظهرها فده منكم معناتها؟ ما نعرفش انا ما نعرفش انا توا عندي ولدي وما نعرفش كيفاش انا فرحانه على الاخر معناها ولدي هو بدل لي حياتي. انت خاطرك نورمال في مخك كمان هي بعد لبوك نقول احنا هرب ومشى للخارج تلقى روحها مع زوج صغار تلقى روحها وحدها وما حسب نفهم انا من كلامك معناتها انت وقت عمرك 4 سنين واختك 6 سنين وهي الى يوم الناس هذا ما عاودتش حياتها هكا ولا لا يمكنش هي نوعا ما محملتكم المسؤوليه نتاع انها ما عاودتش حياتها. مش محضر معناها المشي نتاعو معناها خاطر هو خلي لها دار باسمها هي وكهرباء وخلي لها اسي دارجون. فما حاجات ما يتعوضوا لا بدار لا بكهرباء. نعرف معناها خلي لها اسي دارجون باش تنجم تعيش وبلا غير ما تخدم ومعناها خلي لها معناها حظ. متفقين اما تقعد امراه وماذا بها تعاود حياتها وماذا بها راجل واحد اخر وكذا معناتها الكره هذايا حسب رايك انت الكره اللي يمارس فيه امك عليك وعلى اختك جوز منين جاي؟ السبب نتاعو؟ السبب نتاعو انه هي امها تشبه لها هي امي تشبه الام على الاخر معناها امها هي هكاكا؟ اي هكاكا جدتي معناها خايبه على الاخر معناها ميشونت معناها سي ان بيرفير نارسيسيك خالاتي وكلهم معناها كلهم تروماتيزي منها هي لتوا معناها انا عندي خالتي عمرها 55 سنه تقول لي معناها انا كي حكيت لها وبديت نفيق فيها وكل شيء تقول لي انا توا فقت وبديت نفهم خالتي الاخرى عمرها 60 سنه زاد كيف معناها كي نبدا نحكي لهم يبداو شوكي كيفاش انا نفسر لهم في الحكايه علاش هما ديما تعبيد ديما في الدين ديما ايزولي ديما ما يعرفوش يتصرفوا ديما بخلاف التبرميد نتاع التسكير هذا شنو عملت لك اخر مره؟ ديما تقول لنا كلام خايب عمرها ديما طيح لكم قيمتكم ديما على الاخر وانت فرحة في القرايه معناتها حسب ما فهمت اي انا نجحت في قرايتي من بعد ما خلتني نعمل حتى شيء حبيت نعمل دونس ما خلتنيش حبيت نعمل سبور ما تخلينيش ومن بعد عملت الباك زاد كيف مرمدتني على الاخر علاش؟ خاطر معناها سيتي اني ديسيزيف معناها باش ننجح في الباك وهي ما تحبكش تنجح ولا تحبك تنجح في الباك؟ ما تحبنيش ننجح بالكدا خاطر انا خاطر كان عندي بروجي وانا ديما في مخي وانا باش ننجح وباش نخرج تمشي برا تاخذ بورس وباش تمشي وباش نمشي لبرا دونك هي ما تحبكش تمشي هذا كيما طلاق معناتها هي ماذا بها انت تاخذ الباك بنوت خايبه قد ديجا جبت خدامه في الدار وشاليمو وحس وكل شيء لا سومين دو باك اللي انا عندي فيها الباك معناها حس انفيرنال وابار سا معناها العام الكامل نتاع الباك طردتني من الدار قعدت اشهر ما تحكيش معايا ما تعطينيش فلوس الحاجات كيما هكاك معناها في معناها اختك كيف كيف؟ لا من بعد قلت لك كيفاش؟ انا واختي اون فيت كيفاش انا واختي ديجا نعرفش كيفاش طلعنا دي كاركتير معناها ديامترالمون اوبوزي انا معناها ريزيرفي وهكا واحد ديما عايشه وحدي ونقرا كل شيء اختي اللي معناها ديما تحب تخرج وتحب العباد وكل شيء علمتني انا يسر نظام هكا ديما نظام ونظافه وكل شيء اختي لي هذاك الكل ما علمتهولهاش وبعد جين لي انا تقول لي اختك عملت فيا هكا وهكا وهكا دونك انا نتغشش نقول كيفاش هي تعمل هكا في امي ابخي تو انا معناها كيفاش نفسر لك علاقتي بها معناها ما عمري ما نجمتش نحط عليها ليتيكيت نتاع البيرفير معناها قاعد هي تعمل لي في هذاك الكل اما انا من داخل ديما امي ما عاد يا اختي وقت تعش معناتها كلمه بيرفير نصور ما نعرفش انا وقتها اما انا وقتها ديما امي معناها ما نحبش فيها وما نحملش فيها ونحبها معناتها درت حتى على اختك معناتها تعركنا في بعضنا هي انا واختي معناها تعركنا في بعضنا مره تجيني لي انا تقول لي اختك عملت لي مره تمشي لها هي تقول لها اختك عملت لي دونك ديما تعركنا في بعضنا ديما انا وياها ان كونفلي دونك هي سي بار بور ميو غني ديما هي معناها تحكم فينا احنا زوز انه دومين احنا زوز وكهو دونك مرت معناها تنزل عليا انا وبعد كيف تحسني ما عادش نجم تسيبني دللني شويه تشري لي كادوات تشري لي حوايج وكل شيء ومن بعد كيف وبعد وتنزل على اختي معناها السنوري من الوجيع نتاع اختي وكيف كيف وبعد هكاك معناها انا معناها كي نحكي مع اختي اليوم نقول لها كان ما جيناش زوز راهو معناها راهو شنو؟ ما نعرفش خاطر اختي 15 عام ديجا عملت تونتاتيف دو سويسيد وتوا معناها برشا صغار يعملوا يعملوا دي تونتاتيف دو سويسيد ولا ينتحروا ما يعرفوش علاش معناها اما العبيد العبيد ما يصدقوكش معناها خاطر مشيت برشا مرات نشكي للعبيد حتى حد لا يصدقك يقول لك امك عيب تقول لك هيك في امك يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات وما تدخلش هكاك وأمك تعبت عليك وأبوك هو الغالط وهو اللي يمشي وخليها وهي ديما اللي تتعب على خاطرك وتخدم على خاطرك وشوف أنت روحك كيفاش وصلت اليوم ولاباس عليك ومهندسة والحاجات هذوك من الكل معناها أما أنا الحقيقة ما نعرفش اليوم كيفاش وصلت هكا كنت كيما قالت لي أختي أنا ما نعرفش كيفاش نجمت نعيش لليوم كنت نجم نموت وأنا عمري 15 سنة معناها
ما نعرفش كيفاش. ما هي حتى اليوم معناها انا توا قاعده نطلق معناها وعايشه معاها ونشوفها كيفاش تحكي مع ولدي عمره عامين خاطر يلعب معاها. قاعده تطلق وعايشه معاها؟ اي ما عنديش مانيش نخدم خاطر توا شي با لو شوا معناها، اما توا عايشه معاها ونشوفها كيفاش تحكي مع ولدي معناها يلعب مع القطيس. سامحني خلينا نبداو بشويه بشويه. دونك 20 سنه خذيت الباك قريت من بعديك في تونس وفان كوم عملت ليكول دانجينيور اي وشنو اللي صار وقتها هكاك كيف كيف كوني هناك معناتها جات بيريود وليت هكا معناها كيف معناها دخلت في الفاك وكل شيء وليت معناها كيفاش نفسر لك وليت ياسر روتيغي شاد الاورديناتور ديما ندخل بيتي نروح معناها فاهمه السيستيم وحتى في مخي اوبجيكتيف معناها اوبجيكتيف نخرج من الدار لازمني نخرج من الدار لازمني نقرا باش نخرج من الدار. ومن بعد تعرفت على الراجل اللي عرس به وكل شيء اللي هو ما طلعش معناها به بعد معايا وكل، اما انا وقت اعطيني نخرج اعطيني اي راجل معناها نعرس ونخرج معناها لازمني نخرج من الدار لازمني نخرج لازمني نخرج معناها فهم. وقتاش بتفهم اللي مش منك انت مش انت الغلط؟ والله معناها ديما نعمل هكا نلوج على الانترنت وكل شيء ونشوف الكومبورتمون نتاعها وش بيه هكا كل شيء هكا بارازار معناها على الانترنت لقيت فيديو تحكي على بيرفير نارسيسيك ولي مانيبيولاتور وكل وقعدت نشوف هكا في لي كاركتيرستيك وحسيت على الاخر هذيا معناها امي معناها كيف ما اللي تحكي عليه في الفيديو كيف ما امي بالضبط. ومشيت لها وقتها انا قبل اشهر قبل ما نعرس ومشيت لها وقعدت نحكي معاها وقلت لها انت هكا وهكا وهكا يا اخي هي معناها لو روغار نتاعها كيفاش غزرت لي كيما ما نعرفش كيفاش نفسر لك معناها نكرت كومبليتمون وبدات ترجع عليا معناها تقول لي انت خاطرك عملت هكا وانت عملت هكا وصنعت لي ايماج خايبه معناها في السوسيتي العباد الكل يعرف في بالهم انه انا خايبه انه انا اغريسيف انه انا ما نعرفش نتصرف انه انا درا كيفاش هكا عندي دي تروبل دو كومبورتمون على خاطرني انا عشت بالشبو على خاطرني هكا على خاطرني مثقفه امك معناتها ما عندها نيفو بريغلي معناتها تعرف شنو هما لي تروبل دو كومبورتمون وتعرف معناتها نارسيسيك ومعناتها تعرف على الاخر معناتها تعرف معناتها عندها في مخها وتعرف ايش تعمل معناتها تعرف ايش تعمل. وبعد عرست معناها صاروا لي برشا مشاكل في العرس وهي معناها عقدت لي العرس نتاعي ما خلتنيش رايده وكل. ومن بعد كيفاش ومن بعد كيف معناها سي باش نطلق ورجعت نعيش معاها في الدار معناها انا وولدي صغير وكل شيء طردتنا من الدار مع نص الليل معناها علاش؟ سون ريزون هكاك كيفاش انتوما قاعدين مش سون ريزون انتوما قاعدين هي باش ترتاح وولدي مازال ما رقد ديكالي وكل شيء عم برشا حس في الدار وفي الصاله وكل شيء قالت لي هز ولدك ورقدو قلت لها اللي ماهوش باش يرقد توا خليه يزيد يلعب شويه يتعب ويرقد يا اخي قالت لي هز زبشك وخرج قلت لها طردني قالت لي اي نطردك وجيب لي العباد اللي تعرفهم الكل نطردك قدامهم يا اخي انا خرجت كمان معناها افكتيفمون خرجت وقتها وكل. وبعد بون بعد هي كلمتني وعاودت رجعت خاطر جي با لو شوا ما عنديش وين نمشي بوغ لو مومون وقعدت معناها جي ابروفوندي مي ريشيرش ومشيت للبسيكياتر وعملت شخالك البسي قال لي جيب لي امك قال لي جيب لي امك هو نورمالمون يعرف اللي حاجه مستحيله معناها اي هو كلمها دايوغ وهي ما حبتش تمشي معناها ما حبتش تعمل لي سيونس. ومن بعد مشيت عملت كوتشينغ عند معناها انت سامحني علاش ما تقصش الكوردون اومبيديكال معناتها توا انت توا ما شاء الله مهندسه وكذا معناتها ريت كيفاش توا كيف نشوف امل معناتها غاديك معناتها وصلت بها الحاله اللي قالت لك سماح معناتها نصور نعيش في الشارع وكذا معناتها انت توا على القليله ما فماش مش هذا له راجلك عندكم صغار ما بيناتكم وكذا وكذا وحسب ما نفهم انا امك ما هي متثبت لك كان في معناتها ما صدق ربي انت كبرت وليت امراه وخرجت وجبت صغير وحدك معناتها زي كومبورتمون ان بو دو مازوشيست شويه يا ان بو دو مازوشيست معناتها وانك راجعه سامحني نرمين معناتها راجعه وعارفه روحك على شو قادمه. لا انا الحقيقه معناها وقت اللي انا قبل ما نعرس وقلت لها الكلام هذاك وكل شيء وبعد معناها في لفيت وانا خرجت معاش نعيش معها في الدار وبعت عليها وكل شيء وهي ولات معناها بلوس موان تعاوني وتتلهب معايا معناتها رجعت العلاقه بها بعد انت رجعت العلاقه بها وبعد انا فوالا وانتر تون انا بعد كيفاش انا فهمت معناها كيف رجعت بحذاها وعاودت معناها لي ريشيرش نتاعي ومشيت باش نطلق في روحي وكل شيء فهمت انه لو بيرفير نارسيسيك il ne guérit pas وانه هذيك هي الستركتور نتاعو وانه هو حتى كان يجي يطلب منك السماح راهو سي با سانسير وانه هو سي ان اتر فخوا انه هو ما يحسش انه هو ما يحبش انه هو يكذب ديما فهمت الحاجات هذوك كلهم. دونك هذاك انت قاعده تتكلم وامك قاعده تفرج فيك وانت مع ديك وانت معاها في الدار حسب رايك شنو باش تكون رده الفعل نتاعها؟ معناتها انت غالطه مهبوله مشات للتلفزه تحكي ما لقات ما تعمل احنا انا واختي مثال واختي خاطر عايشه برا اختك موافقه وانك تجي وتشهد قالت لك ولا لا؟ انا الحقيقه جي ايزيتي برشا معناها باش نجي وكل وهي قالت لي معناها شوف انا روحي قالت لي شوف معناها الكام تاعك انت قداش ينجم يعاون عباد معناها باش يحسوا رواحهم في وسط الحاجه هذيك وقالت لي ذكرني انا كيف انا عملت التنتاتيف دو سويسيد هذيك وكنت نجم نموت كيما ثم برشا عباد ينجموا يموتوا اليوم. يقول لك ماتوا من غير سبب. يقول لك ماتوا من غير سبب ولا يقول لك ما هو كان سبب وكل شيء ما عمرهم ما يرجعوا انه الوالدين هما اللي غالطين معناها وما يفهموش وحتى لونتوراج نتاعي توا نبدا نحكي معاهم نقول لهم كنتوا تفيقوا وكل الاكثر يقولوا لي لا عمرنا ما نشوفوا ام تتبلى على بناتها ولا تقول فيهم كلام خايب وكل شيء. وعندي ايامات شفت ثم الجاردوري الاولانيه اللي دخلت فيها المديره نتاعها كانت تحبنا كيما بناتها وكل شيء قالت لي كنت نعرفها امك كيفاش كانت قلت لها كيف علاش ما تكلمتش قالت لي شنو باش نعمل شنو نجم نعمل لكم معناها قالت لي نعرفها ونعرف كيفاش تتعامل فيكم وكل شيء ما عندي ما نعمل لكم ما نعرفش انا توا صحيح هو معناها كيما قالت الميت معناها جوريديكمون اون بو ريان فير ما نجموش نحيو الصغار من امهم ما نجموش نعمل الحاجات هذوك الكل. انت سامحني معناتها ما نعرفش انا كان سامحني معناتها حسب اللي تحكي فيه انت قولها في لمين وكمل
معناتها لازمك تتصرف وتقول لها في انا توا نغيف لو اما مانيبولي على خاطر ساعة انت الليله راهو مع نص الليل باش تطرد باش تبدا في بالك معناتها باش تبدا برا ما نصورش كان باش تكمل الليله في الدار معناتها انت توا علاقتك معها كيفاش معناتها انا توا علاقتي معها معناها كيما فخواد على الاخر ما عادش معناها اللي تخي فخواد وانا معناها كيما خاطر انا نسخالك ما عادش عايشه معها تقول لي مازلت عايشه معها اي انا مازلت عايشه معها اما كوميم جاغيف انا خاطر معناها كيما نقولوا ثم حاجات بالنسبه لي امبورتون تحبها امك انت لا دكتور لويز تمنيت انك ما تدورليش عليك خاطر وضعي صعيبه ياسر وضعي مش متاع معناتها فما الم كبير ياسر وسؤالك الاخراني قوي ياسر على خاطر من الاول ظهر وانا تحب برشا امها وبالرغم العيوب اللي عندهمها وإحنا هوني ما نجمو كان نصدقوها معناتها هي ما جات لهنا ما نجمو كان نصدقوها ونصدقوا الشهادة نتاعها وظاهر معناتها الإيموسيون والشعور اللي في كلامها وأنه الشهادة نتاعها صادقة 100% لكن بالرغم ذاك هي متعلقة برشا بأمها وتحب أمها وذاك اللي يخلي وأنه الألم نتاعها أكبر تحب أمها لواش؟ على خاطرها أمها على خاطر هذيك هي سر الحياة وانه الانسان اللي خرجك من كرشه والانسان اللي رضعك من صدره والانسان اللي يمسك لولاني تقعد تحبه عبرك كان نمشيو في منطقه هذيك سر الحياه وامها تحبها؟ امها ما نعرفش على خاطر امها علاش امها ما تعرفش وهي تعرف؟ معناتها هو كان نمشي بالمنطقه نتاعك انت على خاطر انا سمعتها هي ما سمعتش امها انا امها ما سمعتهاش انا حسب ما هي وصفت لا انت قلت خاطر بمنطق الحياه هي ما تنجم كانت تكون تحب امها معناتها عاد انا نقول لك انا بمنطق الحياه انا بمنطق الحياه ما تنجم الام كانت تحب صغارها لا معناتها منطق الحياة يقول نجم ولا هذه حاجة اللي يمكن العلم النفساني يشوكي بها شوية المجتمع وأنه الأم والبو ما همش حاجة سكخي خاطر ديننا سي فغي وتقاليدنا تحط اللي أون دوا معناتها سكخاليزي ما نعرفش كيفاش نترجمها الكلمة لا مش حكاية سكخاليزي احنا هنا نحكيو علاش أنت تحكي في النوع القداسة هذه معناتها تحكي على قداسة الأم والأب أنت تقول معناتها وأنه واحد يحب والديه حاجة مقدسة داكور أما أنا سامحني باش نكمل جوست في الريزومون نتاعك أنت تقول أن واحد يحب والديه بالنسبة لك أنت حاجة مقدسة علاش وأنهم والدين يحبوا صغارهم ماهيش حاجة مقدسة لا قلت الصغير يحب أمه حاجة أكيدة حاجة أكيدة حاجة أكيدة على خاطر إلا با لو شوا يحبها رغم معناتها الصغير يحب والدي في الجين نتاعو معناتها إلي ستركتوري هكاك باللي باش يصير بوه ولا امه باهي خايب بيه وعليه ولا ما بيهش ولا ما عليهش يحب أكل اما سامحني اما حسب كلامك انت نحاول نفهم قاعد نتبع فيك حسب كلامك انت اما وانه عادي جدا معناتها في الجين نتاعنا عادي جدا وانه بو ولا ام ما يحبش صغير لا مش عادي جدا لا مش عادي جدا وارد وانه يكون فما اضطرابات نفسيه تخلي الام تنقم على الصغير اللي جابته به ومش وارد وانه تكون فما ما فماش اضطرابات نفسيه تكون فما ظروف نتاع وتصرفات نتاع والدي تخلي صغارهم ينقموا على بالاخص كيف يكبروا ويفهموا كيما نرمين لهنا الظروف ما تخليش يظهر لي انا ظروف امها مهما كانت ظروف الام كان ما جاتش فما اضطرابات نفسيه عميقه ما تنجمش تخلي الام تكون عندها تعامل اللي تعاملته مع اطفالها خاطر وقت اللي تقول نرمين اللي هي واختها كانوا مربوطين في التواليت ويتكلموا مع بعضهم ما ظهرليش خلقتها من 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 الايماجينير نتاعها يستحيل حتى احنا نكبوا في المسلسلات وتصوير حاجه ما تجيش معناتها انا الايماج هي تحكي تتكلم فيها وانا انا نرى فيها قبيله هي تتكلم ومعناتها نقول لك معناتها انا نتخيل عباد زوز في زنزانه وحبس معناتها انا الايماج اللي جاتني في مخي نتاع المرابيط كي يبداوا يحكيوا مع بعضهم وهم مربوطين من بيت لبيت في هذيك سامي قوه اللغه الحقيقيه وقت اللي عبد يبدا يحكي في الحقيقه تحب ولا تكره تحس روحك في الوضع وتتصور السيتواسيون اي ما تنجمش تنقم ما تنجمش تكره بعد اللي عشتها هكاك هي وجودها اليوم هي ماهوش كره وجودها اليوم علاش لها ولخت انا والله الحقيقه جيت لهنا الاكثر باش العباد معناها نوعي العباد معناها وباش كيف صغير معناها يقول راهو عندي هكا وهكا باش العباد تسمع وخاطر معناها ما نعرفش شنو ينجم يكون الحل معناها ثم حلول معناها وكما قال الدكتور معناها لي بارون ماهمش مقدسين يغلطوا برشا مع صغارهم ويعملوا برشا حاجات خايبين وانا معناها حسيت انه هي شربت لي حياتي الكل وكلت لي عمري الكل وبعدتني على العباد الكل وديما تقول لي العباد الكل خايبين عماتك بيهم خالاتك بيهم ديما تحكي لي بالخايب على العباد بعدتني على العباد الكل العباد الكل ما تحبنيش ولا اللي قالته نرمين قبيله فيما يتعلق بالاطفال المراوزه اللي قالت لها مش عندي نعمل لكم راهو هذا يدخل في اطار الطفوله المهدده وقت اللي فما كهل مربي معلمه معلم يفطن اللي فما صغير قاعد يتعذب بطريقه ما يلزم يبلغ
ويلزمه يشكي ويلزمه يتوجه المندوبة الطفولة المهدة والنيابة العمومية تتعهد وممكن في بعض الحالات انه يقع معناها ابعاد الاطفال على الوالدين. هذا كلام نظري هذا موجود ماهوش نظري ماهوش نظري في قرار اطفال فما اطفال باش تمشي تشكي معناتها باش تقول هي خاطر ما بين النظري والتطبيق فما باش تمشي تشكي باش تقول راهي ام سكرت في التواليت على زوز بناتها ولا ويكاند كامل تخليهم مسكرين عليهم معناتها شنو هي القضية اللي باش تتحل وشنو هي مش محصورة في هذا برك مش محصورة على خاطر وقت تتحرر الكلمة وقت يتكلموا هما ويحكيوا في اللي قاعد يصير لهم الكل تقول لي ما عادش حكيت محصورين في التواليت برك فما تصرفات الاخرين الكل هي معناها بالسيستم اللي عندنا في تونس فيه مش تراسيلهم فيسبوك قمرتهم بعد وي اللي مقلقني انا اللي هي ديجا مشات بسيكياتر والبسيكياتر معناتها قال لها جيب امك تقريبا معناتها كان قال لها جيب جبل اسهل نصور انا في الحاله اللي بالحق معناتها زميلك هذا ما سهلش عليها برشا المأمورية لو فرضنا هي جات ليك انت شنو تنصحها توا وانتوكا انت رده الفعل نتاعك بكري وجاوبتها انت خير من البسيكياتر اللي جاوبها المحله ما نحكمش عليه ما نعرفش شنو الظروف اللي انت شنو حكيت له وشنو الظروف انت قلت لها الفو كوبي انت عملت طريقك وقريت وتزوجت وطلقت وجبت صغير كان انت الانسان هذا يضرك ويمكن مازال يضر فيك بطريقه اخرى ما فماش هذا جيبالو شوا انا كلمه جيبالو شوا من ما 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 نسمحش انا توجور لو شوا انا ديما حل والانسان يلزم يختار كان مقا خاطر كان هي معليش فما شكون قال للاسف مش انا ومنين وشوا انا لا انا توا معناها عايشه معاه اما جاريف اجيري معناها انا ريف لو ام مانيبولي كيما قبل جو نسوي معناها عايشه حياتي نخرج نشوف عباد معناها نعمل لي زاكتيفيتي نتاعي قاعده نقرا باش نلقى خدمه اخرى وكل شيء معناها عندي في بروغرام انه انا جو في ميمونسيبي معناها كومبليتمون وانا باش نخرج مي انا اوجوردي جي بيزوان معناها دافوار سو مينيموم دو كونفور خاطر عندي ولدي صغير ما نحبش هو زاد ندخله في هذيك المعامل الكل نحب نرقدوا في بلاصه باهيه نحب ندوش له نحب ناكل ماكله بنينه نحب نهزو صباح للروضه معناها نحب جو فو افوار معناها هكا انسامبلون دو في معناها حتى لولدي معناها انا هذاك الكل اما انا اليوم ما عادش هي النغيفلو اما مانيبولي اليوم معناها هي اليوم كان تشوفها معناها تقول معناها في معناها كما قلت لك اللي بريسكون ديبرسيون خاطر انا بلو بيرسون بور مانيبولي اختي تعيش لبرا وانا عايشه معاها في الدار وما نحكيش معاها ولا نحكي معاها كلمه قص ونعرف كيفاش وقتاش نحكي معاها وقتاش لا معناها وليت انا بيدي جوجير لا ريلاسيون سي با ال كي مان معناها سي مو كي مان لا بارك اليوم وانا هذاك هو الشوا نتاعي صحيح انا توجور لو شوا مي انا اوجوردي دون لي كونديسيون اللي انا عايشه فيهم في الظروف اللي انا عايشه فيها جو في سو شوا لا كونسيامون وخاطر عندي بروغرام خاطر نحب معناها نحب نهار اللي نخرج ونجنح ونمشي كل شيء ما عادش نحب نرجع معناها خاطر خرجت برشا مرات وانا نبدا في خجيل وكل شيء وديما حاجتي باش يكون يعاونني معناها ديما جو ريفيان فيغيل وانا فهمت اليوم انه انا جو دو بلو ريفينير فيغيل خاطر انه با ميدي معناها ظاهر واضح انا اوتوكا كان عندي نصيحه ليك باش تكون حياتك معناتها ظاهر لي انت خدمت على نفسك برشا واضح وظاهر لي انت قريت برشا وظاهر لي خممت برشا وظاهر لي انت طورت هذا هو العمل على نفس خاطر العمل على النفس مانيش حاجتنا باش نمشيو للكوتش ولا نمشيو للبسيكياتر ولا للبسيكوثيرابيست باش نعملوه ساعات الحياه العمل على النفس دراسه والحياه هي تعلمنا باش نعملوا العمل على النفس لكن فما مراجعه للنفس المراجعه هي علاش قبلت هذا وعلاش تعاملت هكا وعلاش هكا وكيفاش يلزمني ما نعاودش السيناريو هو بيدو بطريقه من قلبها ولا بطريقه معاكسه ولا انا قبلت معناها برشا مرات انه هي تعاود تضرني معناها بعد ما فهمت حطيت عليها اتيكيت على خاطرني كيما قال سامي جي با جاريفي با اكوبي لو كوردون ديما نحن لامي معناها ديما نحب يبدا عندي امي كيما العباد داك هو انا يظهر لي كان انت وصلت اليوم من وصلت سي كو امك حبتك كمان انا كيف عباد يقولوا هكا سامحني انا نتنرفز من الاخر لا سامحني انا ما قلتلكش ما ضرتكش ما كانتش سبب في وما كانتش مضطربه ولا ماهيش مضطربه اما انت واختك ابارامون وصلتوا ونجحتوا ومعناتها تبارك الله عليك ان نسمعك تتكلم ونسمعك تعبر معناتها قليل مرات تونسيه في عمرك باش تعبر بحقيقه كما انت قاعده تعبر عليه اللي انجينيور اي معناتها اوتوكا يا بلان انجينيور كي سافا بارلي معناتها لا معناتها المستوى الدراسي والمستوى الثقافي اللي تحكي معناتها الدرجه اللي انت تحكي بها ظاهر وانه فما حاجه عطاوها لك بيه دكتور لويز نحب نشكرك برشا رمضان رجاء مرحبا وشكرا جزيلا أستاذة سونيا الدهماني ميرسي ما حكيناش على مشروع القانون راهو فيها السواد هذايا على مشروع القانون فما مشروع خلينا نخدموا به مشروع قانون نتاع يعترف بالهزة أولا وقعت دسترت الضرر اللي يلحق للمرأة كل ضرر يمكن أن يلحق للمرأة الدولة لازم تاخذ فيه الإجراءات اللازمة باش تتصدي له هذايا فصل 43 من الدستور ثم فما مشروع قانون اللي صنف العنف المعنوي أولا وعرف بالعنف المعنوي المسلط على المرأة وعلى الأطفال وأكثر من هكذا زادة بعد ما عرف العنف المعنوي كذلك يوفر للمرأة اللي تبدأ في حالة ربما ما تنجمش تواجه فيها المصاريف القضائية الإعانة العدلية
شكرا استاذة. انا هنا نحب نتوجه بالشكر مره اخرى للضيوف اللي جاوا، النرمين فرح امل وليلى، على خاطر أو أولاً هو بالحق كيف واحد يحكي يتفرهد ويخرج، وفما برشا حاجات كانوا عند العباد وغزرة العباد اللي هما حسوا برواحهم اللي العباد ما همش فاهمينهم، أما اللي خليهم يجيوا على خاطر مش بالسهل بكل، صدقوني معناتها باش جاوا وعطاوا شهادتهم لهنا ما كانش بالسهل بكل، أما كلمة السر اللي خليتهم الكل يقبلوا الدعوه ويجيوا من غير لا مرايات لا بروكه لا يغطي وجوههم لا حتى شيء، وانهم يقول لك اللي عشته انا يمكن كيف اننا نشهد ونفيق عباد ما يتعداش على ناس اخرين، يمكن مراه واحده اخرى تعيش اللي عاشته هما ما تخرجش مهبوله في وسط عائلتها وفي وسط اصحابها، معناتها كلهم جاوا لهنا باش يعديوا الرساله هذه خاصه، صفقوا لي عليهم ونحب نشكرهم. نتقابلوا في حلقه اخرى من حكايه وفيها ثلاث حلقه مثليه. موضوعنا تاع اليوم المنحرف في النرجسي، مازلنا نحكيو مع ضيوفنا وباش نرجعوا بروبورتاج، خاطر حتى توا اللي حكينا فيه الكل شفنا وانهم ضحيه المنحرف النرجسي هي امراه، لكن ينجم زاد الراجل يكون الاحصائيات اللي هي احصائيات ابروكسيماتيف معناتها ماهيش دقيقه جدا، تقول وانه اربعه على خمسه ضحايا اربعه يبداو نساء وضحيه تبدا راجل، كيفاش ينجم يكون راجل ضحيه منحرفه نرجسيه؟ نشوفوا تقرير. هذا احمد 29 سنه، تعرف على امراه خليته يعيش تجربه خاصه على امتداد 3 سنين. عجبتني ظهرت لي هكا ديسكريت ومتربيه وانه غوسومبلي با اوز اوتر في، اعطتني ايماج نتاع وحده تنجم تكون لا فام بارفيت. بعد 3 سنين يفهم احمد انه صوره المراه المثاليه للانسان اللي يحبها كانت كذبه كبيره. ديما رايها هي خير، ديما انا غلط في الديسيزيون، لازم ديما نتبعها هي المانيبولي او كلكو سورت باش الديسيزيون اللي هي تحب عليها تدخل. دونك جو في ان اكسبلوار في الخدمه سور البلان بروفيسيونيل. ما تعملش ريكسيون بور دير كو فوالا تو كيلكان دو تو افي ان اكسيلون ترافاي ولا تو فريمون كيلكان دكستراوردينير ولا حتى دو بيان ما تقولش. الانسان اللي حبها احمد سيطرت على حياته بالكامل حتى على علاقاته مع اقرب الناس ليه. كنت وقت اللي نبروبوز عليها ساعتها ما باش نمشي بحال اصحابي ولا نسهر بحداهم، كانت تقول لي لا راه جاوب بحداهم ماهمش باهي ماهمش باش ينفعوك، راكو سي دي جون سامباتيك، كانت بعدنا عليهم كانت تحاول باش تبعدني عليهم. احمد كان يعدي، كان يحمل وكان يتجنب المواجهه على امتداد اكثر من عامين ونص، لين وصل لحظه الحقيقه وصدمه كبيره كانت له في الانتظار. جات 10 مينوت قبل الصداق، 10 مينوت قبل الصداق، وانا ما بعثليش الميساج ليا انا، بعثت الميساج عن طريق واحد من العائله نتاعها، انا اس ام اس، قالت فيه اللي هي بطلت. دونك انا وقتها ما في بالي تفديك الحكايه، خاطر حتى كشي نص ساعه قبل الصداق دي ميساج دامور اكسترا باش تولي راجلي باش تولي مرتك اكسترا اكسترا، دونك سيتي ان شوك، دخلت في اتاي هيستيريك وديبرسيون كبيره برشا بوندون ان اون. احمد عدى فتره صعيبه بسبب امراه لعبت بيه. بعديك بعد بالسيف جينا سوبليا وكل شيء بالسيف باش قعدت تكلمت في التليفون وقالت اوكي اون فابخون لا رولاسيون، لو مارياج ايتي دون 48 اور، من غدوك الصباح تعاود تكلم تقول لها راني عاود بطلت. ولتوا كيما قلت لك معناها لا ريبونس لتوا ما نعرفهاش، هذاك بوتيتر اللي ما خلانيش نعمل لو دوي كونفينابلومون على خاطر ما نعرفش علاش. احمد للحظه هذه ما يعرفش علاش خطيبته سابقه تصرفت معاه هكا، لكن اختار اليوم يشاركنا بتجربته ولو حتى من غير ما يكشف على هويته. طيب نجيو الموضوع واحد اخر، انحراف نرجسي من نوع اخر وحسب رايي انا اخطر نوع من الانحراف، على خاطر هنا الضحيه نجيو نحكيو معاك انت نرمين، الضحيه على القليله معناتها رغم الفراجيليتي اللي انتم فيها رغم الوضعيه الصعبه اللي انتم فيها، مع عقيله هذوما نساء كبار ينجموا نوعا ما يدافعوا على روحهم، اما كيف واحد الانحراف النرجسي هذا يمارسه على اطفال معناتها ما تقولي حاجه اخطر برشا. خلينا نبداو من الاول، انت عائلتك انت علاقتك بامك وانت صغيره كيفاش كنت؟
انا بابا مشى يعيش في الخارج، انا عمري 4 سنين واختي عمرها عامين، ومن وقتها ما عاودش شريته. وعشت مع امي كهو، معناها انا واختي وامي في الدار. وملي عمري 4 سنين 5 سنين بدنا نتفكر، امي تقول لي انت خايبه، انت ما يحبك حد، انت مش بترضى بيك حتى حد. ملي عمرك 4 سنين 4 5 سنين تقول لي امي تقول لك انت خايبه. اي، وعمري 6 سنين ذكر نقول لها انت علاش جبتني للدنيا، معناها وكل تقول لي كيما العباد يجيبوا انا جبتك، معناها مش خاطر قلت نقول لها انت تحبني، عمرها ما تقول لي نحبك، عمرها لا تعنقني لا تبوسني لا حتى شيء. كيف نجيب دبل نوت في المدرسه، ولا عمرها لا تقول لي لا برافو ولا حتى شيء. دوب ما دخلنا نقراو في المدرسه تهزنا 7 نتاع الصباح تروح بينا اخر عباد من الجاردوري. معناتها ساعه اللي عشتو انت عشت وقتك معاك كيف كيف؟ اي انا وقتي. معناتها فرد تريتمون زوز، معناها فرد تريتمون. من بعد ساعه ايفولوي، بعد معناتها تهزنا اول عباد تروح بينا اخر عباد، بعد ما درنا المفتاح معناها نحلوا باب الدار، نقعدوا في الدار وحدنا وهي تخرج وتسكر علينا باب الدار ونشوفوا حد ما يجينا حد. هذه كلمة التسكير المعنوي والا المادي ديما 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 ترجع معنا. باهي، اما توا سامحني من طرف رجل نجم نفهم في اطار الاحزار، في اطار مريض، في اطار كذا، اما انا نحب نفهم شنو هو اللي يصير في مخ ام باش تسكر على بناتها صغار في الدار وتخليهم في عزله، علاش معنا؟ ديما تعمل لنا هكاك، احنا مانيش فاهمين وقتها وكل شيء. في قلت لك في الويكاند زاد تسكر علينا كل وحده في تواليت، اختي قالت لي في تواليت، انا في تواليت واختي في تواليت اخرى ونبداو نحكي مش بهيك هكا. واختي قالت لي قولها الحكايه خاطر سي تري شوكون باش العباد يعرفوا معناها. كنا ما نخرجوش، ما يشوفوش، ما يشوفوناش الناس. علاش؟ هذا وانت عمرك قد ايه؟ 6 سنين. اختي قديش اكبر منك ولا اصغر؟ اصغر مني بعامين. معناتها اختك عمرها 4 سنين. اي، معناتها واحده في سلدوبان واحده في سلدوم، مسكرين مسكر عليكم وانتم تحكيوا مع بعضكم. نقول لها انا سي بون نجم نتسقى، هي تقول لي انا ما نجمش. سامحني. لا اما انت 4 سنين 6 سنين معناتها قعدتوا هكاك حتى لوقتاش؟ قعدنا هكاك برشا حتى لين انا وصلت عمري 12 سنه هكاك. وكنت ديما تمشي للعباد لعماتي وخالاتي والفامي وكل شيء، تقول لهم البنات خايبين، البنات عملوا فيا، وانا تعبه، وانا مرا وحدي وما عنديش شكون يعاونني، وانا ديما بيا وديما بها هي، معناها اللي توجور فاتيغي وكل شيء، واحنا ديما نضروا فيها وديما عاملين فيها وما نسمعوش الكلام. وما نفكر عمري 7 سنين جبت صاحبتها معاها للدار وقعدت ما نعرفش يحكيوا هكا في الصاله وكل شيء. بعد جات صاحبتها دخلت البيت وانا قاعده نلعب بالجوي وكل شيء، وقالت لها معناها بدات تعاتب فيا وتقول لي انت عملت هكا في امك، علاش تعمل هكا في امك وشنو وكل شيء. بعد عطتني كف قدام امي وخرجوا. صاحبت امك عطاتك كف قدام امك وامك؟ اي معناها امي معناها فرحانه كيفاش صاحبتها تربي فيا، معناها وانا خاطرني انا خايبه وما نسمعش الكلام وانا بنيه مش باهيه ومش متربيه. وبعد ما مشى ابوك عاودت حياتها ولا؟ لا ما عاودتش حياتها. ما يمكنش هذا سبب معناتها ما سبب في شنو؟ انه احنا في طريقه التحمل معناتها يمكنش انتم كما قالوا البنات قبيله اشكال سيمان على ظهرها في الدم منكم معناتها؟ ما نعرفش، انا ما نعرفش، ما انا توا عندي ولدي وما نعرفش كيفاش، ما انا فرحانه على الاخر معناها ولدي هو بدل لي حياتي. انت خاطرك نورمال في مخك، كمان هي بعد لابوك نقول احنا هرب ومشى للخارج. تلقى روحها مع زوج صغار، تلقى روحها وحدها، ومع حسب ما نفهم انا من كلامك معناتها انت وقتها عمرك 4 سنين واختك 6 سنين، وهي الى يوم الناس هذا ما عودتش حياتها هكا ولا لا؟ يمكنش هي نوعا ما محملتكم المسؤوليه نتاع انها ما عودتش حياتها. محضر معناها المشي نتاعو، معناها خاطر هو خلي لها دار باسمها هي وكهرباء وخلي لها اسي دارجون. فما حاجات ما يتعوضوا لا بدار لا بكهرباء. نعرف معناها خلي لها اسي دارجون باش نجم تعيش وبلا غير ما تخدم، ومعناها خلي لها معناها حظ. متفقين، اما تقعد امراه وماذا بها تعاود حياتها وماذا بها راجل واحد اخر وكذا. معناتها الكره هذا حسب رايك انت، الكره اللي يمارس فيه امك عليك وعلى اختك زوز، منين جاي؟ السبب نتاعو؟ السبب نتاعو انه هي امها تشبه لها، هي امي تشبه الامها على الاخر، معناها امها هي هكاكا؟ اي هكاكا، جاتي معناها خايبه على الاخر، معناها ميشونت، معناها سي بيرفير نارسيسيك. خالاتي وكلهم معناها كلهم تروماتيزي منها هي لتوا، معناها انا عندي خالتي عمرها 55 سنه، تقول لي معناها انا كي حكيت لها وبديت نفيق فيها وكل شيء، تقول لي انا تو فقت وبديت نفهم. خالتي الاخرى عمرها 60 سنه زاد كيف كيف، معناها كي نبدا نحكي لهم يبداو شوكي كيفاش انا نفسر لهم في الحكايه، علاش هما ديما تعبيد، ديما فادين، ديما ايزولي، ديما ما يعرفوش يتصرفوا، ديما بخلاف التمرميد نتاع التسكير هذا. شنو عملت لك يا اخي؟ ديما تقول لنا كلام خايب، عمرها لا تقول ديما طيح لكم قيمتكم ديما على الاخر. وانت فرحه في القرايه معناتها حسب ما فهمت؟ اي انا نجحت في قرايتي، من بعد ما خلتني نعمل حتى شيء، حبيت نعمل دونس ما خلتنيش، حبيت نعمل سبور ما تخلينيش، ومن بعد عملت الباك زاد كيف كيف مرمدتني على الاخر. علاش؟ خاطر معناها سيتي ان اني ديسيزيف معناها باش ننجح في الباك. وهي ما تحبكش تنجح ولا تحبك تنجح في الباك؟ ما تحبنيش ننجح بالكدا، خاطر انا خاطر كان عندي بروجي وانا ديما في مخي وانا باش ننجح وباش نخرج من تمشي برا تاخذ بورس وباش تمشي وباش نمشي لبرا. دونك هي ما تحبكش تمشي، هذا كيما طلاق معناتها هي ماذا بها انت تاخذ الباك بنوت خايبه قد ديجا جبت خدامه في الدار وشاليمو وحس وكل شيء لا سومين دو باك اللي انا عندي فيها الباك، معناها حس انفيرنال. وابار سا معناها العام الكامل نتاع الباك طردتني من الدار، قعدت اشهر ما تحكيش معايا، ما تعطينيش فلوس، الحاجات كيما هكاك معناها في معناها. واختك كيف كيف؟ لا من بعد قلت لك ساعه كيفاش؟ انا واختي اون فيت كيفاش انا واختي ديجا نعرف كيفاش لعنا دي كاركتير معناها ديامترالمون اوبوزي، انا معناها ريزيرفي وهكا واحد ديما عايشه وحدي ونقرا كل شيء، اختي اللي معناها ديما تحب تخرج وتحب
العباد وكل شيء. علمتني انا ياسر نظام هكا ديما نظام ونظافه وكل شيء. اختي لي هذاك الكل ما علمتهولهاش. وبعد تجيني لي انا تقول لي اختك عملت فيا هكا وهكا وهكا. دونك انا نتغشش نقول كيفاش هي تعمل هكا في امي. ابخي تو انا معناها كيفاش نفسر لك علاقتي بها معناها ما عمري ما نجمتش نحط عليها ليتيكيت نتاع البيرفير. معناها قاعد هي تعمل لي في هذاك الكل اما انا من داخل ديما امي. معناتها يا اختي وقتها تعرفش معناتها كلمه بيرفير نصور ما نعرفش انا وقتها. اما انا وقتها ديما امي معناها ما نحبش فيها وما نحملش فيها ونحبها معناتها درت حتى على اختك معناتها تعركنا في بعضنا. هي انا واختي معناها تعركنا في بعضنا. مره تجيني لي انا تقول لي اختك عملت لي. مره تمشي لها هي تقول لها اختك عملت لي. دونك ديما تعركنا في بعضنا ديما انا وياها ان كونفلي. دونك هي ال سي بار بور ميو غني ديما هي اللي معناها تحكم فينا احنا الزوز اللي ندومين احنا الزوز. وكهو دونك مرت معناها تنزل عليا انا وبعد كيف تحسني ما عادش نجم تسيبني دللني شويه تشري لي كادوات تشري لي حوايج وكل شيء. ومن بعد كيف وبعد وتنزل على اختي معناها السنوري من الوجيعة نتاع اختي وكيف كيف. وبعد هكاك معناها انا معناها كي نحكي مع اختي اليوم نقول لها كان ما جيناش زوز راهو معناها راهو شنو ما نعرفش. خاطر اختي 15 ديجا عملت تونتاتيف دو سويسيد وتوا معناها برشا صغار يعملوه يعملوا دي تونتاتيف دو سويسيد ولا ينتحروا ما يعرفوش علاش. اما العبيد العبيد ما يصدقوكش معناها خاطر مشيت برشا مرات نشكي للعبيد حتى حد لا يصدقك. يقول لك امك عيب تقول لك هيك في امك يقول لك يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات وما تقولش هكاك وأمك تعبت عليك وأبوك هو الغالط وهو اللي يمشي وخليها وهي ديما اللي تتعب على خاطرك وتخدم على خاطرك. وشوف أنت روحك كيفاش وصلت اليوم ولاباس عليك ومهندسة والحاجات هذوك من الكل معناها. أما أنا الحقيقة ما نعرفش اليوم كيفاش وصلت هكا. كنت كيما قالت لي أختي أنا ما نعرفش كيفاش نجمت نعيش لليوم. كنت نجم نموت وأنا عمري 15 سنة معناها ما نعرفش كيفاش. أما هي حتى اليوم معناها أنا توا قاعدة نطلق معناها وعايشة معاها ونشوفها كيفاش تحكي مع ولدي عمره عامين خاطر يلعب معاها. قاعدة تطلق وعايشة معاها؟ إي ما عنديش مانيش نخدم خاطر توا جي با لو شوا معناها. أما توا عايشة معاها ونشوفها كيفاش تحكي مع ولدي معناها يلعب معاها. سامحني خلينا نبداو بشوية بشوية. دونك 20 سنة خذيت الباك قريت بعديك في تونس وفان تكون عملت ليكول دانجينيور اي وشنو اللي صار وقتها هكاك كيف كوني هناك معناتها جيت بيريود وليت هكا معناها كيف معناها دخلت في الفاك وكل شيء وليت معناها كيفاش نفسر لك وليت ياسر غوتيغي شاد الاورديناتور ديما ندخل لبيتي نروح معناها فاهمه السيستيم وحتى في مخي اوبجيكتيف معناها اوبجيكتيف نخرج من الدار لازمني نخرج من الدار لازمني نقرا باش نخرج من الدار. ومن بعد تعرفت على الراجل اللي عرست به وكل شيء اللي هو ما طلعش معناها به بعد معايا وكل. اما انا وقت اعطيني نخرج اعطيني اي راجل معناها نعرس ونخرج معناها لازمني نخرج من الدار لازمني نخرج لازمني نخرج معناها فهم. وقتاش بديت تفهم اللي مش منك انت مش انت الغلط والله معناها ديما نعمل هكا نلوج على الانترنت وكل شيء ونشوف الكومبورتمون نتاعها وش بيه هكا كل شيء هكا باغازار معناها على الانترنت لقيت فيديو وتحكي على بيرفير نارسيسيك ولي مانيبيولاتور وكل. وقعدت نشوف هكا في الكاركتيرستيك وحسيت على الاخر هذيا معناها امي معناها كيف ما اللي تحكي عليه في الفيديو كيف ما امي بالضبط. ومشيت لها وقتها انا قبل اشهر قبل ما نعرس ومشيت لها وقعدت نحكي معاها وقلت لها انت هكا وهكا وهكا. يا اخي هي معناها لو روغار نتاعها كيفاش غزرتني كيما ما نعرفش كيفاش نفسر لك معناها نكرت كومبليتمون وبدات ترجع عليا معناها تقول لي انت خاطرك عملت هكا وانت عملت هكا وصنعت لي ايماج خايبه معناها في السوسيتي العباد الكل يعرف في بالهم انه انا خايبه انه انا اغريسيف انه انا ما نعرفش نتصرف انه انا درا كيفاش هكا عندي دي تروبل دو كومبورتمون على خاطرني انا عشت بالشبو على خاطرني هكا على خاطرني مصحفه امك معناتها ما عندها نيفو بالكدا معناتها تعرف شنو هما لي تروبل دو كومبورتمون وتعرف معناتها نارسيسيك معناتها تعرف معناتها عندها في مخها وتعرف ايش تعمل معناتها تعرف ايش تعمل. وبعد عرست معناها صاروا لي برشا مشاكل في العرس وهي معناها عقدت لي العرس نتاعي ما خلتنيش رايده وكل. ومن بعد كيف معناها سايبش نطلق ورجعت نعيش معاها في الدار معناها انا وولدي صغير وكل شيء طردتنا من الدار مع نص الليل معناها سون ريزون اكيد كيفاش انتوما قاعدين سون ريزون انتوما قاعدين هي باش ترتاح ولدي مازال ما رقد ديكالي وكل شيء عم برشا حس في الدار وفي الصاله وكل شيء. قالت لي هز ولدك ورقدو. قلت لها اللي ماهوش باش يرقد توا خليه يزيد يلعب شويه يتعب ويرقد. يا اخي قالت لي هز زبشك وخرج. قلت لها طردني. قالت لي اي نطردك وجيب لي العباد اللي تعرفهم الكل نطردك قدامهم. يا اخي انا خرجتكم معناها افكتيفمون خرجت وقتها وكل. وبعد بعد هي كلمتني وعاودت رجعت خاطر جي با لو شوا ما عنديش وين نمشي بوغ لو مومون. وقعدت معناها جي ابروفوندي مي ريشيرش ومشيت للبسيكياتر وعملت اش قالك البسي؟ قال لي جيب لي امك. قال لي جيب لي امك هو نورمالمون يعرف اللي حاجه مستحيله اي هو كلمها دايوغ وهي ما حبتش تمشي معناها ما حبتش تعمل لي سيونس. ومن بعد مشيت عملت كوتشينغ عند معناها انت سامحني علاش ما تخصش
الكوردون ميديكال معناتها انت تو ما شاء الله مهندسه كذا معناتها ريت كيفاش كيف تشوف امل معناتها غاديك معناتها وصلت بها الحاله اللي قالت لك سماح معناتها نصور نعيش في الشارع وكذا معناتها انت تو على القليله ما فماش مش هذا اللي هو راجلك عندكم صغار ما بيناتكم وكذا وكذا وحسب ما نفهم انا امك ما هي متثبت لك كان في معناتها ما صدق ربي انت كبرت وليت امراه وخرجت وجبت صغير وحدك وحدك معناتها زي كومبورتمون ان بو دو مازوشيست شويه يعني ان بو دو مازوشيست معناتها وانك راجعه سامحني نرمين معناتها راجعه وعارفه روحك على شنو قادمه.